مهمتي الحبيبه العزيزه الغاليه، رحنا اليوم 11/12/2022 راه كيصب عندنا الثلج كما كتشوفي، وماشي الثلج اللي بغيت نصور لك، جينا للدار الجديده باش نصاوبوا شويه حتى نكملوا الرحيل كامل. وبغيت نوريك واحد الحاجه، شوفوا هذه الحاجه يا عباد الله، شاركوا في القناه ديال ما ها هي، هذو راه دارتهم ما، ها شوف هذو راه ما صنعتهم، ها هي الرايه المغربيه والرايه البلجيكيه، وكاين هذاك غير ديكور عادي مع الاسف ما كيبانوش مزيان. هذا فيه غير الحجر صابطو ميمتي الحبيبه، هذا فيها الرايه البلجيكيه وهذه فيها الرايه المغربيه، صابتهم ما حطوهم تما حتى ندبر لهم شي بلاصه زين، حطوهم تما غير البارح حيت حنا كنرحلوا، وحطيتهم تما كبركه ديال ميمتي الحبيبه، لان هادو حذتهم يد ما، واي شرف ان ما هي اللي حذت هذا جوج ديال اللائحات، شرف ليا وشرف كبير وتحياتي. هذا بالنسبه لك يعرف القيمه ديال الام، لان الام يعني المهم بلا ما غادي نوصفها، لان ما غاديش نقدر نوصف الام شكون هي، بحال اللي كتلقى شي كنلقاو بعض المرات شي تحفه قديمه ديال عهد الفراعنه ولا كيديروها في المزاد وكتبقى تسوى مع شحال مليار، مع ان ديك التحفه لا تساوي شيء مقارنه مع 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 الصناعه اللي صنعها الانسان ديال 2022، ولكن هذيك كتبقى دائما عندها قيمه. علاش؟ لان دارها واحد الانسان ما شفناهاش، واحد الانسان قديم وديال اليوم، دارها واحد الانسان اللي عايشين معاهم عصرناه ما عندهاش قيمه. تجيب واحد الفازه ديال عهد فرعون وتجي تحطها بعض الفازه صنعها واحد في 2020، ما لا تجوز المقارنه في الجمال ولا في الاناقه ولا في طريقه الصنع، ولكن ديك ديال عهد فرعون عندها قيمه. علاش؟ لان نحن امه ميته لا تؤمن الا بالاموات، وهذه المساله كنت بغيت ندير لها فيديو، ملي كتكون حي ما يسول فيك حتى شي واحد، وملي تموت هذوك كاملين اللي كانوا ناكرين كونافرين كلشي كيسول مسكين باش مات، الله يرحمه مسكين، مسكين ايوا فوقاش العزاء نجي نعزي، علاش ما نسيتش فيه كان حي؟ علاش ما سولتش فيه كان حي حتى مات؟ والله نحن أمة ميتة لا تؤمن إلا بالأموات. وكذلك الحاجة اللي صنع الإنسان اليوم فوقتنا ما كنهتموش بها، والحاجة اللي صنعت في زمان وكنلقاوها مدفونة تحت الأرض عندها قيمة وعندها، علاش؟ لأنها دارها واحد مات، وهذه ديال اليوم ما عندهاش قيمة لأن دارها واحد باقي حي بيناتنا. هذه هي الخلاصة. ميمتي الحبيبة الله يرضى عليك، غادي نطلع فيهم نصورهم، صبر. أوف، وعلاش جبت الموضوع ديال أننا أمة ميتة لا تؤمن إلا بالأحياء؟ ديال هذه اللي وريت لكم، هو الثلج كيصباه، شوف الجرس، شوف كيفاش كيبان، مغطي الثلج، ماشي شي ثلج يعني غير خفيف وصافي، ماشي شي ثلج كبير. علاش جبت لكم الموضوع؟ لأن ميمتي الحبيبة ملي صنعت هادو عندهم واحد القيمة، مخصيش نستنانا حتى مول هاد الشيء يموت ويبلى ويجي عندو واحد التاريخ معين ديال الفقدان ديالو عاد تبان لي الحاجة ديالو عندها قيمة. الله يبارك في عمرها، وأسأل الله دائما أن أموت قبلها، أسأل الله أن تصلي علي صلاة الجنازة، دائما كنقول اللهم اجعل أمي تصلي علي صلاة الجنازة، أول حاجة غتكون شفاعة لي، وثاني حاجة لا يعني المهم خلاصة مابغيش ندخل في هذا الموضوع. فأمي الله يبارك في عمرها عندها 90 عام، شوف شنو صنعت، فهالشي عنده قيمة 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 كبيرة 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 كبيرة. شحال من واحد كيكون عنده جوج ديال الخوت، جوج ديال خوتو، كيكون واحد الأخ ميت كيقول لك لو كان داك خويا راه حي ندير له ونفعل له ونترك له، هادشي شفتو بعيني وسمعتو، كون راه خويا حي يشوف التصويرة ديالو يقول لك راه خويا حي نهزو فوق راسي، إيوا تهلا خوك اللي راه حي، علاش كتهضر دائما على الميت؟ هذاك خوك اللي راه حي حتى هو غادي يجي واحد النهار غادي يموت وغتبقى غير الصورة ديالو، تهلا هذاك خوك اللي راه حي الأول، عاد اهتم بالميت، الميت ترحم عليه دابا راه عند الله في الجنة، راه في الفردوس، ما محتاج لا لا لا, لا مساعدة ديالك ولا محزنة. وتحياتي والسلام والرحمة والبركة ميمتي، الله يبارك فيك، شوف شنو صنعت، شوف تبارك الله.